السلام عليكم، مرحبا بكم فلوق جديد. كيف ما كتشوفوا الكاليتي ناقصه، اسمحوا لي الدراري. مي علاش الكاليتي ناقصه؟ حيت اضطريت نجيب التليفون ونصور كاميرا، ما قدرتش نجبدها. صرت دابا الجو كتصب فيه الشتا وهادشي، ما قدرتش نجبد الكاميرا باش نصور لكم هذا الفلوق الغريب جدا لصحاب المطر. الفلوق لصحاب المطر خصوصا، علاش؟ ملي كتمشى في السوق ديال بحال السوق في الهند، كتشوف معايا ناس كيبيعوا الديسير وكشي، كتمشى حداه كاين واحد خونا كيصايب موطور، كيصايب مطر. غير في الامر اللي عشري انا شنو هو، ان الكادر مهرس، الكادر مهرس بالنسبه لنا حنا المغاربه، موطور خصوت له حيت كيشكل ريسك على اللي سايقو. خصكم تفهموا ان الموطور اللي كان الكادر عوج ولا مهرس، شنو مهرس، خص الموطور يتلاح. واخا الكادر مهرس اش دار هاد خونا؟ كيستودي فيه وكيضربو في الجنب، زعما كاين صحاح. سولته قلت ليه مالو، وقال لي راه دارك السيده، دارك السيده داكشي اش صحاح فيه. المهم خليكم في فيديو السوداج وقولوا لي الراي ديالكم فيه، واش بان لكم واش كيدير فيه هاد خونا لوجيك ولا ماشي لوجيك، واش كيشكل تهديد على خونا اللي سايقو ولا لا. مي الهنود ما كيسمحوش حقهم، غيقادو الموطور وغادي يركبوا عليه وغادي يعاودوا يبيعوا. يعني الموطور خا داك السيده مفرقع، غيعاود يخدم، غيعاود يشتغل. المهم كيسمعوا معايا صوت الامبيلونس، يجي الامبيلونس في الهند. وخليو لي لايك ديالكم الدراري، وخليو لي واحد سبسكرايب دابا، سيروش ابونوا للناس اللي باقي ما ابونوش، يعني فيش ابونا. وبالنسبه للناس اللي مابونيا ودار جيم، شي تهبط عندي الانستغرام، طلع الانستغرام دابا بلوستون واق، كتب بلوستون واق في انستغرام طلع لها. Help you. الله واخا الراجل كبير شويه ولكن ناضي. يو ار جود انجلش، اللقطه اللي كيدير دابا ديال الحيد، كيحيد هادو راه ساهله، كيحيد هاد العيبات راه ساهله. صعيبه هادي اللي كتطلع فيها، سير شوف للدار، سير معايا للدار، سير اب. Thank you.
I don't know. Check it out. I don't know. كان كيسحب لنا خاصنا كان كيسحب لنا خاصنا كروات ميران حتى وحده ما حلاش بغيتو شي ديالو وبدا كيحل فيها فرح اوه جود احنا حيدنا الرويدة وي 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 كانت خاصها وحدة كانت خاصها وحدة حيدة كنسحب من الكروات انا معنا عمري حيد لي شي هادشي مي هلا كاين 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 قلت صافي حصل انا مسكين مع الشويشي مي طلعت كي شوية طلعت كي شوية هادو الرويدة القديمة وغادي نجيبو الرويدة الجديدة وغادي نركبها فوق فطع عني عصر المهم فلوق ام موطو بالتليفون الدراري سمحوا لينا وكل العاصفه جايه والعميم راه خدام كاين 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 حربي ملي كيدير هذيك دياغونال راه حرب هذا السيد العاصفة جات الدراري الله يدير العاصفة عارف ما كتبغيش يكون تليفون مزيان من العاصفة جات هكا كان حاجة طيب جود جود المهم الحاج فرح عاونا هز الرويدة عصرا الحاج مزيان فرحان الحاج فرحان جود Have a good day. You're welcome. الحاج فرح عاوننا وسط العاصفة. الله يجعل العاصفة الدراري. وكاش عقاطرك. وكاش عقاطرك شفنا قبيلة. لا لا قلش لا قلش لا. تخافوش خا ما بقاش عطرك كاين جي بي اس وما كاين العاصفة هنا في الهند. عاوننا السيد. كلنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله. تخيلوا معايا. دي بروغرام نمشي نرماكدو موراها نمشي نتعشى فابا في التمبل في المعبد في المعبد ديال السيد ديال السيد نيتش يدير عمامة صرت غادي حتى تما كيش ماكدو بغيت ندخل المعبد ما خلاونيش قالوا سير جيب السروال الوغ تمي تراجع بحالي فهمتي قلت غادي نرجع للمعبد ومني من تما كاين قريت واحد الطوبيس كاين كيدير الحدود ما بين الهند وباكستان عاد صور المعبد دخل ليه موراها مشي للحدود تخيلوا معايا من تمي تراجع تلاقيت مع السيد يعني هادشي مكشاف قبل ما ندي السيدي انا قبل ما قبل ما نبدا نخطط داك الشيء مكتوب في السماء انا ما نخرجش للعبد اليوم وغادي نمشي نعاون السيد سبحان الله قسما بالله كنقول لكم راه كنجريو في الدنيا كنبلانيو وداك الشيء اوه انا كنحضر واش خايبين ممكن نحضر واش خايبين حتى بغيت نتاحش نكمل لكم قلت لكم سبحان الله في الدنيا يعني كتخطط بحال بلان ولكن كيف ما قال الله سبحانه وتعالى
يعني واخا جري لي جريتي فهمتي في الدنيا راه الله كي هو اللي كيتحكم في الامور وكيلاقيك باش ما بغا هو فهمتي سبحان الله. يعني خصك نتاش خصك تامن بالقضاء فهمتي الخير والشر ديالو ما بغاوش صرا معاوني حسيت وصراحه فهمتي احسن لي نعاون السيد على ما يدخل معبد فهمتي ما ينفعني بوالو حنا راجل في واحد الانسان.